كل خنفوس عند مو غزال. هاد المثلة وخا كطيح شوية من الخنافس اللي هما حشرات زوينة، ولكن المعنى ديالها كيبقى باين. الأمهات كيبغي ولادهم كيف ما كانوا الدفوات ديالهم، ولكن هاد المثل كينطبق ماشي غير على الأم ولكن علينا كاملين، والعلاقة ديالنا مع المحيط اللي عايشين فيه. فاش كيعجبنا شي شخص ما كنتعطلوش عند الديفوات، وبعد مرات كنسدو عينينا على شي حوايج لحقاش بالنسبة لنا ما كيبقاوش عندهم حتى شي أهمية. الفيلم ديال اليوم هو صراحة فيلم جاي مع هاد الجو ديال الشتاء والبرد. فيلم إيسلندي خرج في 2021 من إخراج فالديمار يوهانسن. الفيلم هو لام. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال السينما بودكاست. قبل ما نبداو الفيلم وكيف ما العادة التحليل غادي يدخل في التفاصيل اللي تقدر تحرق لكم القصة. إذن إلى مازال ما شفتوش هذا الفيلم سيروا شوفوه عاد رجعوا. الفيلم راه مقترح في الأسابيع ديال السينما الأوروبية، داز نهار الثلاث في مراكش، ودايز اليوم في كازا، والسبت الجاي في الرباط، والخميس تسعود وجنبير في أكادير. الحلقة ديال اليوم حصلت على الدعم ديال الاتحاد الأوروبي في الإطار ديال الأسابيع ديال السينما الأوروبية، وكنشكرهم على الثقة ديالهم. وغير باش نكونوا واضحين، الاتحاد الأوروبي ما دخل معايا لا في الكتابة لا في اختيار ديال الفيلم ولا في المراجعة ديال المحتوى قبل ما يتنشر. هما غادي يكتشفوا التحليل بحالكم بحالهم في نفس الوقت. كيف ما كيقولوا الفرنساويين، نرجعوا للخرفان ديالنا. القصة ديال لام كتدور الأحداث ديالها في واحد الفيرما في شي قنت مودر ديال إيسلندا. ماريا ورجلها إنغفار عايشين عيشة بسيطة، كيزرعوا البطاطا وعندهم الكسيبة ديال الغنم. نهاراتهم كتتابع وكتشابه ما بين الخدمة في الكوري في الأرض والشقة ديال الدار. الجو العام هو جو سكوندينافي، يعني من غير الطقس اللي هو بارد. العلاقة ما بين ماريا وإنغفار كتبان باردة، ولكن وانت كتفرج كتقول مع راسك راه هاد الإيسلنديين هما بحال هكاك، هذيك طبيعتهم، العلاقة ديالهم باردة وما كيبينوش بزاف على المشاعر ديالهم. ولكن في نفس الوقت بلا ما تقدر تفسرها كتبان لك بلا شي حاجة ماشي حتى اللي شنو بالضبط الله أعلم. في البداية ديال الفيلم ومن غير الراديو خاصك تسنى حتى تدوز شي 10 ديال الدقائق قبل ما تبدا الهضره. هذا الفيلم ما غاديش يليق الناس اللي عندهم مع الاكشن ولا الافلام اللي فيهم واحد الفويس اوفر اللي كتفسر الاحداث وكتفسر كل شيء، لان الريتم ديالو ثقيل والاحداث كتدوز بحال الا حتى حنا في هذيك الفيرما مودرين في الخلا ديال ايسلندا. الوقت كيدوز وكيخلي الاثار ديالو، وبحال الا كنتقاسموا مع الشخصيات الروتين ديالهم اليومي. فاش تنلحقوا على ماريا وإنغفار كيكون الموسم ديال الولادات عند النعاج، كنشوفوهم متبعين العمليه وكيستقبلوا الخرفان الجداد. قبل من الهضره كنشوفوا اول ابتسامه في الوجه ديال ماريا وهي كتلعب مع واحد الخروف اللي يلاه تزاد، واحد الابتسامه صغيره ولكن اللي كتعطينا واحد الانطباع كبير. لحقاش لحد الان في الفيلم ما شفنا حتى شي تعبير على المشاعر من طرف الشخصيات، بحال الا هذيك الابتسامه كتجيب واحد الدفء في هذه القصه اللي لحد الان كان فيها الجو كلاسي. المخرج كيخلي لينا تقريبا 20 دقيقة باش نتعرفوا مزيان على جوج ديال الشخصيات ديال هذا الفيلم، ونتعرفوا حتى على الكلب والمش ديالهم والتمثيل الواعر ديال الكسيبة اللي صراحة لكان شي أوسكار ديال الحيوانات خاصهم يديو بدون منازع. 20 دقيقة كتخلينا نحسوا براسنا في راحة تامة مع هاد الناس. عاد كيدخل هو المخرج في صلب الموضوع.
في واحدة من الولادات غادي نشوفوا ان ماريا وإنغفار ردت الفعل ديالهم مختلفة فاش غادي يشوفوا المولود. وهاد المرة ماشي بحال المرات الاخرين اللي فاش كيتولد شي خروف ولا نعجة كيخليوه مع امه. هاد المرة ماريا كتخلي عندها المولود وكتديه معها للدار. شخصيا اللي عجبني في الطريقة ديال الإخراج والمعاودة ديال القصة ديال فالديمار يوهانسن هو أنه كيبني القصة حجرة بحجرة، كيخلينا تالفين ما فاهمينش ومأنجاجين معاه. هاد الفيلم ماشي ديال التفراج ومتكي ومرتاح، هاد النوع ديال الأفلام اللي كتفرجوا فيه وانتوما جالسين على الحافة ديال الكرسي، كيبين لنا الأمور بشوية بشوية. هاد المولود الجديد كنفهمو وغيب العقل انه مختلف على باقي المخلوقات الاخرى، وغادي خصنا نتسناو مازال دقائق طوال قبل ما يتاكد لينا هاد الامر، لان ماريا منين تزاد وهي مغطيه الجسم ديالو في مانطا بحال بولفاف. النعجه اللي تولدات وتسمات ادا هي مخلوق جسمه بنادم من غير راسه ويد اللي ديال الحولي. هاد الصورة فاش كنشوفوها المرة الأولى ما كنتفاجئوش وكنتفاجئو في نفس الوقت، لحقاش مرة أخرى المخرج عرف كيفاش يوجدنا لهذا الحدث الغريب، وبحال إلا استعمل الوقت باش نولفو على آدا ونتقبلو الشكل ديالها. ومن غير الوقت كاينين بزاف ديال الديتيلز اللي كيوصلونا لهذا الإحساس. مثلا فاش كتولد آدا كنسمعو وبالزربة صوت ديال بنادم تزاد قبل ما يولي صوت ديال نعجة. باش المخرج يزيد يبريبارينا العالم ديال الحجايات اللي احنا داخلين فيه تيستعمل حتى الحوار الاول ما بين ماريا وإنغفارد. اول مره كنشوفوهم جالسين كياكلوا، الموضوع اللي كيهضروا عليه هو السفر عبر الزمن. نور الخير تيما فر ولا وش مولا هيا. هذا الموضوع ديال السفر عبر الزمن كيف ما كيقول إنغفار ولا ممكن، ولكن كيفاش غادي يديروا ليه تكنيكلي هو اللي باقي ما لقاوش ليه حل. اذا بحال اللي قلتي السفر عبر الزمن هو حقيقة وفي نفس الوقت خيال. هذا الموضوع هو غير حجة باش يبين لنا أن الموضوع ديال هذه القصة حتى هو غادي يكون ما بين الحقيقة والخيال، كيوجدنا ندخلوا من الباب ديال هذه القصة اللي غادي تكون ليتل ويرد. هذا الحوار غادي يكون فيه ديتيل واحد آخر اللي مهم في القصة. فاش إنغفار كيقول بالله أنه مزروبش على هذا الاختراع، لحقاش ما مسوقش باش يشوف المستقبل ولكن كيعجبو يعيش في الحاضر، راه كيعطينا نظره على الشخصيه ديالو والفلسفه ديالو في الحياه. اكيد هي وير انت فرميتي ما هذا بركوت يرونو. وفاش ماريا غادي تجاوبو واحد السؤال ديال واش كتظن اننا غادي نقدروا نرجعوا للماضي. تبروك لك هكا فرافتريتيمان. هاد السؤال وردة الفعل بجوج كيخليونا نفهمو بالله واقيلا ماريا خلات شي حاجة في الماضي ديالها وباغا ترجع ليها، وهذا واحد من المفاتيح باش نفهمو الشخصية ديالهم بجوج والقصة ككل. خاص مازال الفيلم يزيد في تطوير الأحداث باش نفهمو أن هاد الكوبل عاش مأساة. هاد الكوبل مات ليهم بنتهم اللي كانت سميتها آدا. من هاد النقطة كنفهموا علاش ماريا كانت متشبتة بهذا المخلوق اللي ما بين بنادم ونعجة. هاد التربية بغات تستعملها باش تسد الألم والسفرينغ ديال الفقدان ديال الطفل. ماريا كانت متشبتة بهاد القضية لدرجة أنها قتلت الأم الحقيقية ديال آدا اللي كانت كتبعهم وكتطالب بنتها، وخا هي غير نعجة
ولكن كانت واحد السين فيها بزاف ديال الفايلنس. مستحيل ماريا تخلي شي حاجة توقف بينها وبين التعريف ديالها ديال السعادة. إنغفار حتى هو ما غاديش يوقف في طريقها، وهو كيف ما قال في هذيك المذاكرة الأولى باغي يعيش غير اللحظة، وبحال إلا هذا الحدث يقدر يصلح بينه وبين مراته، إذا قرر ما يتجاحدش معها وما يبرزتش راسه. إنغفار قنع راسه براسه أن آدا كيف ما كان الشكل ديالها فراه هي السعادة. فهاد العالم الهشيش غادي تزيد دخلوا شخصية جديدة اللي هو بيتر الأخ ديال إنغفار، اللي هو كعنصر خارج على هاد العالم اللي بناو إنغفار وماريا. كيف فكرنا بلا هادشي اللي كنشوفو راه ماشي عادي وماشي طبيعي، من بعد ما احتحنا بحال اللي ولفنا عليه وتقبلناه. وخا حتى هو غادي يحاول يفيقهم غادي يصدق حتى هو غتعز عليه آدا من بعد ما كان غادي يقتلها. هاد الفيرما في ايسلندا كتولي بحال هذاك مثلث برمودا اللي يدخل ليها كيتوضر. هاد الفيلم صراحة طرق لواحد الموضوع صعيب اللي هو المعاناة ديال الكوبلات اللي توفى ليهم طفل. واللي انتريستينغ في هاد الفيلم هو انه ما كيعيشناش الدراما ديال الحدث، ولكن الميلانكولي اللي كتجي من بعد، هذاك الجو ديال الفراغ والالم الصامت. فاش كتجي آدا في الفيلم كنشوفوا كيفاش الناس مستعدين يغمضوا عينيهم على شي حاجه اللي بديهيه غير باش يعيشوا الوهم ديال السعاده. شحال من واحد فينا متقبل العيش مع افراد توكسيك ولا ناس اللي يقدروا يضروا الصحه النفسيه ديالهم غير لحقاش كيعتقدوا انهم بلا بهم ما غاديش يلقاو السعاده. السعاده ما خصهاش تكون متعلقه بشخص ولا بشيء، السعاده خصها تكون فينا وحنا اللي متحكمين فيها، ماشي هي اللي محكمه فينا. هذاك الوهم غادي يسالي بطريقة بشعة في الفيلم. في الاخر الاب البيولوجي ديال آدا اللي هو واحد الوحش وغادي نكتشفوه حتى الاخر، حتى هو نص بنادم ونص كبش، غادي يبغي يسترجع بنته. الاستعمال ديال هاد المخلوقات في هاد الفيلم اللي كيهضر على موضوع واقعي كيخلينا نشوفه في القصة بحال ميتافور، يعني تصور للحقيقة، بحال في الحجايات اللي كنا كنتصنطوا لهم وحنا صغار، اللي مهم ماشي القصة بحد ذاتها ولا الواقعية ديالها، ولكن الاستنتاجات والدروس اللي كنتعلموا منها. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقة ديال سوليما بودكاست. شكر خاص للمساندين ديال هذا المحتوى على باتريون. نتلاقاو نهار الحد في نقاش ديال هذه الحلقة في سوليما فولوب، والاربع الجاي في تحليل جديد. وما تنساوش تمشيو تفرجوا في الأفلام ديال الأسابيع ديال السينما الأوروبية. تهلاو في راسكم وإلى اللقاء.